تمكنهم من التعامل مع الكوارث والأحبكم اليوم في المؤتمر الأصل. وفق الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية. لقد الأساسية والضرورية التي تقدمها للمجتمع بعد وخلال التعرض لطارئ أو أزمة أو كارثة تسبب في إرباك العمل أو إيقاف كل أو جزء من نشاطه الحيوية. إرشادي ونموذج لخطة استمرارية الأعمال لتمكين المؤسسات توجيهات من القيادة العليا للدولة ودعم منها تضار وكل أخذ دوره. الأمر الذي اضطر الباحثين بعدها إلى إيجاد آليات وأساليب لوضع معايير بحال التزام المؤسسات بها بما يعزز من إمكانية استمرارها في تقديم مهامها وخدماتها الأساسية الضرورية.